السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين ومحبي قناة الأهلي في كل مكان، برحب بحضراتكم يوم جديد وحلقة جديدة من استاد الأهلي. دائما زي ما تعودنا حضراتكم تغطيتنا لمباريات النادي الأهلي في كل البطولات من خلال طبعا برنامجنا، برنامج استاد الأهلي، من خلال قناة الأهلي طبعا. وإن شاء الله يكون تغطيتنا إن شاء الله تكون مميزة وتكون بتلاقي إعجابكم بشكل كبير. خليني أقول لكم النهاردة طبعا مباراة النادي الأهلي وطلائع الجيش في الأسبوع ال 18 من الدوري الممتاز، ودي أولى المباريات في الدور الثاني. طبعا أذكر حضراتكم إن إحنا لسه فاضل لنا مباراة من الأسبوع السادس مؤجلة أمام المقاولون العرب، فبالتالي إن شاء الله دي أولى المباريات في الدور الثاني أمام طلائع الجيش، اللي ممكن تتذكروا أولى مبارياته أيضا في أولى مباريات النادي الأهلي في الدور الأول، وكان التعادل الإيجابي 1-1 في أولى مباريات النادي الأهلي في الدور الأول. طبعا النادي الأهلي بينتظر الوصول للنقطة 42 و التربع على قمة الدوري مرة أخرى، وزي ما بنشوف كده هي كراسي موسيقية ما بيننا وبين النادي الإسماعيلي. حتى الآن هو في المركز الأول برصيد 39 نقطة، إن شاء الله يبقى، أنا آسف، 41 نقطة، فبالتالي إن شاء الله إحنا نتفوق من خلال الثلاث نقاط إن شاء الله ونوصل للنقطة 42، نبقى متقدمين بفرق نقطتين إن شاء الله. كامل التوفيق لفريقنا النهاردة، وتبقى مباراة مميزة أمام فريق قوي وعنيد بيقوده كابتن حلمي طولان المدير الفني المميز، اللي يمكن في أولى مبارياته لما كان متواجد أو المسؤولية قادها مع فريق طلائع الجيش اتغلب 4-0 من نادي الاتحاد، ولكن بعد ذلك كانت مباريات قوية وواضح جدا التفوق الملحوظ لفريق طلائع الجيش بعد هذه المباراة، مباراة الاتحاد السكندري اللي اتهزم فيها طلائع الجيش 4-0. لكن خلينا نروح سريعا لزميلنا كريم أحمد من فندق الإقامة وكواليس. طبعا زي ما بقول لكم احنا بنغطي كل الكواليس قبل وبعد المباراة، ان شاء الله يعني تكون ان شاء الله الكواليس جيدة من خلال طبعا تواجدنا مع الفريق سواء في فندق الإقامة او في استاد الدفاع الجولة سوف تقام النهاردة المباراة عليها. شكرا ليك كابتن فاروق، تحياتي ليك وتحياتي لكل نجوم الاستوديو التحليلي، كل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. في البدايه اكيد بنتمنى التوفيق اليوم للنادي الاهلي، الاهلي وطلائع الجيش على استاد الدفاع الجوي في الساعه 8 مساء. النادي الاهلي ان شاء الله في حاله فوزه اليوم سيتصدر مشهد الدوري العام، الاقرب طبعا هو نادي الاسماعيلي. النادي الاهلي يتصدر بفارق نقطه ولسه كمان عنده مباراه مؤجله. الحمد لله طبعا يمكن زي ما احنا شفنا النادي الاهلي خلال المباريات الماضيه، مباراه الزمالك اداء ونتيجه رائعه جدا، ثم كمان الحصول على بطوله السوبر والعوده من الامارات باداء ونتيجه على اعلى مستوى. زي ما نقول النادي الاهلي بدا سنه 2018 ببطوله مهمه جدا هي بطوله السوبر المصري. اكيد بنتمنى للنادي الاهلي جميع البطولات اللي مشارك فيها ان شاء الله يحصل عليها في هذه الفتره القادمه المهمه جدا. النادي الاهلي لسه عنده بطوله افريقيا، عنده الدوري، عنده كاس مصر، ان شاء الله كل البطولات القادمه تكون من نصيب النادي الاهلي. لو بكلمك سريعا كابتن فاروق طبعا على قائمه فريق النادي الاهلي طبعا اللي ضمت 22 لاعب اصطحبها الكابتن حسام البدري عقب انتهاء المران امس، على راسهم الشناوي وشريف اكرامي وروضان مصطفى في حراسه المرمى، محمد هاني وايمن اشرف وباسم علي، صبري رحيل، علي معلول، عمرو السليه، هشام محمد، كريم ندبد، عبد الله السعيد واحمد حمدي وجونيور اجاي وميدو جابر ووليد سليمان، احمد حمودي، اسلام محارب، بكماني، مروان محسن، ازارو ومحمد عبد المنعم. يمكن محمد عبد المنعم احد اللاعبين الصاعدين في فريق الشباب النادي الاهلي. كابتن حسام البدري بيحاول ان هو يستعين ببعض اللاعبين من القطاع الثاني، القطاع الناشئين طبعا الفتره اللي فاتت كل اللعيبه مجهده بشكل كبير، تلاحم مباريات كتير جدا زي ما قلنا طبعا النادي الاهلي من مباراه الزمالك ثم سفر الى الامارات ثم العوده الى مباراه طلائع الجيش وعنده بعدها كمان مباراه مصر المقصه، يمكن تلاحم كبير جدا، ده بيسبب اجهاد كبير على اللاعبين. الحقيقه طبعا يمكن الكابتن حسام البدري عنده باد لك او مش محظوظ في هذا الامر ان هو بيفقد لاعبين بسبب الاصابات. زي ما احنا عارفين خط الظهر بيعاني بشكل كبير جدا النادي الاهلي من الاصابات، سعد سمير يمكن مريح النهارده كابتن حسام، هو طبعا عائد من اصابه سعد سمير لكن ما فيهوش حاجه، لكن الفتره القادمه اهم واقوى طبعا بالنسبه للمباريات، فمريحه كابتن حسام البدري، حسام عاشور ايضا واحمد فتحي ما فيهمش اي اصابات، لكن الاجهاد طبعا بيطولهم خلال المباريات الماضيه بيقوموا مجهود كبير جدا، لكن كلنا ثقه في كل اللاعبين المتواجدين سواء في القائمه الخاصه بي اليوم او كل اللعيبه المشاركه في المباريات القادمه بالنسبه للنادي الاهلي. كل التوفيق من جديد للنادي الاهلي في مباراه اليوم، يحصد ثلاث نقاط هامين جدا ان شاء الله النادي الاهلي في حاله الفوز اليوم باذن الله يتصدر مشهد الدوري العام. مستمرين معاك يا كابتن فاروق طبعا ولقاءات خاصه وايضا كواليس واجواء خاصه هنا جدا طبعا من فندق الإقامة وحتى ملعب المباراة.
بشكرك كريم، اكيد معاكم مستمرين من خلال طبعا مراسلنا ومراسلين قناه النادي الاهلي سواء في فندق الاقامه او في ملعب المباراه استاد الدفاع الجوي. خلينا نروح سريعا للاحصائيات الخاصه للفرقتين قبل المباراه. هبتديها طبعا بشكل المباراه، واحنا بنتكلم دائما بتبقى مباريات قويه وخصوصا لما يبقى المدربين الفنيين عندهم خبرات كبيره في الدوري الممتاز. كابتن حسام البدري وكابتن حلمي طولان، دي نتائج مباريات الجوله 18 هبتديها مع حضراتكم في الدوري الممتاز. كان ابتدت يوم السبت وكانت مباراه مصر المقصه والاسيوطي وتعادل سلبي 0-0. الرجاء والمقاولون العرب وفوز الرجاء على المقاولون العرب 1-0. الاسماعيلي والاتحاد السكندري وتعادل سلبي 0-0. النصر وطنطا وفوز طنطا على النصر 2-1. طبعا استكمالا لمباريات الجوله 18 ايضا يوم الاحد كان مباراه بتروجيت والداخليه وتعادل ايجابي 1-1، والداخليه بيتعادل في الدقائق الاخيره بهدف لفريق الداخلية ويتعادل مع بتروجيت 1-1. سموحة وامبي وفوز سموحة 4-0 على امبي، فأعتقد دي نتيجة كبيرة جدا على فريق امبي أمام سموحة. أيضا الزمالك والإنتاج الحربي تعادل سلبي 0-0. طبعا في نتيجتين في الأسبوع ده، هو الإسماعيلي وتعادله وأيضا الزمالك وتعادله، لازم بشكل كبير النهارده مباراه النهارده نستفاد منها بشكل كبير. وطبعا هسال ضيوفي على هذه الجزئيه لما يكون في الجزء الفني ان شاء الله. ايضا دي مباراه بقى الثلاث النهارده، ومباراه وادي دجله واللي شغاله في التوقيت الحالي والمصري وشغاله، طبعا نتمنى طبعا تكون مباراه قويه. ايضا مباراه طلائع الجيش والاهلي، دي ختاما لمباريات الاسبوع ال 18. مشوار الاهلي في الدوري حتى الان، طبعا زي ما قلت لحضراتكم دي اولى المباريات في الدور الثاني. كانت أولى المباريات في الدور الأول أمام طلائع الجيش وتعادل إيجابي 1-1. أمام الاتحاد السكندري وفوز الأهلي 2-0. أمام الرجاء وفوز الأهلي 4-1. أما الإنتاج الحربي وكانت أمامه مباراة كانت قوية وفوز النادي الأهلي 2-1. أما أمام الإسماعيلي وفوز النادي الأهلي 2-0. وأمام الداخلية 2-0. وأمام النادي المصري فوز الأهلي 2-0. وايضا امام النادي انبي وفوز الاهلي 4-1، استكمالا طبعا لمشوار النادي الاهلي في الدور الاول. تعادل ايجابي مع فريق الاسيوطي 1-1، وفوز النادي الاهلي او خساره النادي الاهلي، انا اسف، على من فريق المقاصه، وكانت اولى الهزائم للنادي الاهلي هذا الموسم الموسم السابق. فوز النادي المصري المقاصه على النادي الاهلي 3-2، وتعادل ايجابي مع طنطا 1-1، ثم يفوز النادي الاهلي على سموحه 2-1، وتعادل ايجابي 1-1 مع دجله، وفوز النادي الاهلي بعدها على بتروجيت 3-0، وفوز النادي الاهلي على النصر 4-0. واخر مباريات الدور الاول كانت امام نادي الزمالك ولقاء القمه واللي انتهى بفوز النادي الاهلي 3-0. ده مشوار النادي الاهلي في الدور الاول. اما مشوار طلائع الجيش في الدور الاول حتى الان، طبعا كانت اولى مباراه امام الاهلي وتعادل ايجابي 1-1، وتعادل ايجابي ايضا في المباراه الثانيه امام الانتاج الحربي 2-2. ثم امام الداخليه يفوز طلائع الجيش 2-1، ويفوز المصري في المباراه اللي بعدها 4-0 على طلائع الجيش، ويتعادل طلائع الجيش في المباراه اللي بعدها 1-1 امام انبي، وتعادل سلبي امام طنطا، ثم فوز طلائع الجيش على سموحه 1-0، وتعادل سلبي مع وادي دجله 0-0، وتعادل وفوز بتروجيت على طلائع الجيش 2-0. ده حتى الان مشوار طلائع الجيش بنستكمله مع حضراتكم. ثم يفوز النصر على طلائع الجيش 3-1، ويفوز المقاصه ايضا على طلائع الجيش 4-0. ودي كانت مباراة ممكن تكون صعبة جدا، دي كانت بداية تولي كابتن حلمي طولان مسؤولية طلائع الجيش، ولكن طلائع الجيش بعد كده يمكن مباراته كانت قوية جدا. يفوز طلائع الجيش على الرجاء 2-1، ويتعادل مع الإسماعيلي 1-1، ثم يتعادل مع الاتحاد السكندري 0-0، ويفوز على المقاولون العرب 2-0، ويهزم طبعا الزمالك في مباراة قوية 1-0، واخيرا مباراته مع الاسيوطي وفوز على الاسيوطي 2-1. ده مشوار طلائع الجيش في الدور الاول بالكامل. تاريخ المواجهات الفرقتين يمكن كانت مواجهات قويه، هنتكلم طبعا
الاهلي يتفوق بشكل كبير، 22 مباراه عدد المواجهات، 17 مباراه فوز للنادي الاهلي، نادي طلائع الجيش لم يفز على النادي الاهلي بتاتا، تعادلات 5 مباريات ما بين الفرقتين فيها تعادلات، 46 هدف للنادي الاهلي في مرمى طلائع الجيش، 11 هدف لطلائع الجيش في مرمى النادي الاهلي، هداف النادي الاهلي في مرمى طلائع الجيش كان كابتن عماد متعب والمحترف حاليا والمعار حاليا لفريق التعاون السعودي، كان 7 اهداف، اما لفريق طلائع الجيش كان دودزي وصلاح امين لكل منهم هدفين. حسام عاشور اكثر اللاعبين مشاركه في هذه المباراه. خلينا اقول لكم هدافي فريقين الفريقين، وليد ازارو عنده 9 اهداف، صلاح امين من طلائع الجيش عنده 5 اهداف، ده هداف الفريقين حتى الان. طبعا ترتيب الفريقين، النادي الاهلي في المركز الثاني قبل مباراه اليوم، لعب 16 مباراه وفاز في 12، تعادل في 3 وخسر في مباراه واحده، وليه 36 هدف وعليه 10 اهداف. طبعا في النقاط بالنسبه له 39 نقطه، النهارده النادي الاهلي بيتطلع للنقطه 42. نادي طلائع الجيش في المركز الثامن وعنده 25 نقطه، لعب 17 مباراه، 6 فوز 7 تعادل و4 خساره، ليه 16 هدف وعليه 21 هدف. ده ترتيب الفرقتين في جدول الدوري. مباراه ان شاء الله الجوله 19 ان شاء الله اللي هتبتدي يوم الاحد، بالنسبه للنادي الاهلي هيلاعب مصر المقصه ان شاء الله هيكون الساعه 7 مساء، بنذكر حضراتكم بمباراه النادي الاهلي. اما ان شاء الله المباريات المقبله بالنسبه للنادي الاهلي هتكون يوم 33 يناير، هتكون امام الاسماعيلي ان شاء الله الساعه 2:30، دي مباريات الاهلي المقبله في يناير. مباراه الاهلي المقبله ايضا في يناير الرجاء والاهلي ايضا هتكون متواجده ان شاء الله يوم الخميس 25 يناير الساعة 2:30، بنذكر حضراتكم بمباريات النادي الأهلي في شهر يناير. مباراة الجولة 19 بالنسبة للأندية، الأسيوطي إن شاء الله هتكون يوم الأربعاء 17 يناير، الأسيوطي والرجاء، الاتحاد السكندري والنصر، المقاولون العرب والإسماعيلي. دي مباريات الجولة 19 بالنسبة للأسبوع 19 داخلية، وأخيرا طبعا هتكون يوم الخميس 18 يناير الداخلية والزمالك، هتكون هذه المباراة الساعة 6 مساء. استكمالا لمباراة الأسبوع 19، طنطا وسموحة أيضا هيكون يوم الجمعة 19 يناير. استكمالا أيضا لمباراة الأسبوع 19، المصري وبتروجيت وإنبي ووادي دجلة والإنتاج الحربي وطلائع الجيش، ده هيكون يوم السبت يوم 20 يناير. استكمالا ايضا لهذه المباراه زي ما قلت لحضراتكم، مباراه النادي الاهلي القادمه امام مصر المقصه يوم الاحد 21 يناير، هكون ان شاء الله الساعه 7. جدول ترتيب الدوري حتى الان، طبعا في المركز الاول الاسماعيلي ب 41 نقطه، الاهلي في المركز الثاني ب 39 نقطه، المصري في المركز الثالث ب 30 نقطه، السموحة في المركز الرابع ب 29 نقطة، الزمالك في المركز الخامس ب 29 نقطة، إنبي في المركز السادس ب 28 نقطة، المقاولون العرب في المركز السابع ب 25 نقطة، طلائع الجيش في المركز الثامن ب 25 نقطة، الإنتاج الحربي في المركز التاسع ب 23 نقطة. طبعا واضح جدا إن النادي الأهلي والإسماعيلي بيبتعدوا تماما عن المنافسة هما الاثنين في الصدارة يعني. في المركز العاشر الداخلية برصيد 22 نقطة، في المركز 11 مصر المقاصة 21 نقطة، بتروجيت في المركز 12 ب 21 نقطة، الأسيوطي سبورت في المركز 13 ب 20 نقطة، الاتحاد السكندري في المركز 14 17 نقطة، طنطا في المركز 15 16 نقطة، وادي دجلة في المركز 16 15 نقطة، النصر في المركز 17 13 نقطة، وأخيرا الرجاء في المركز 18 برصيد 12 نقطة. ده جدول ترتيب الدوري العام حتى الآن. هدافي بطولة الدوري حتى الآن جون أنتوي من مصر المقاصة 11 هدف، عمر السعيد الإنتاج الحربي 10 أهداف، وليد أزارو لاعب النادي الأهلي 9 أهداف، دييجو كالديرون الإسماعيلي 9 أهداف، حسين الشحات مصر المقاصة 9 أهداف، أحمد جمعة لاعب المصري البورسعيدي 8 أهداف. يعني واضح جدا
تفوق جون أنطوي مع فريق مصر المقاصة ويتربع على عرش الهدافين حتى الآن في الدوري الممتاز. عبد الله سعيد من النادي الأهلي 8 أهداف، إبراهيم حسن لاعب الإسماعيلي 7 أهداف، أحمد علي لاعب مقاولون العرب 7 أهداف، وصلاح محسن لاعب إمبي 7 أهداف، مصطفى محمد لاعب طنطا 6 أهداف، ومحمد حمدي لاعب سموحة 6 أهداف. دول هدافي الدوري الممتاز. لسه طبعا في دور تاني هنشوف أهداف كثيرة ونشوف هدافين مين اللي هيوصل لقمة هدافي الدوري الممتاز. ده تشكيل المتوقع لفريق النادي الأهلي إن شاء الله اللي ممكن يكون كابتن حسام بيفكر فيه النهارده بعد إراحة بعض اللاعبين زي سعد سمير وحسام عاشور وأحمد فتحي. يكون أمامنا على الشاشة في التوقيت الحالي بالنسبة للنهاردة. في حراسة المرمى محمد الشناوي، من اليمين الشمال باسم علي، محمد هاني، أيمن أشرف، علي معلول. في خط الوسط هشام محمد وعودة مرة أخرى لوسط الملعب، عمرو السلية في الأمام، وليد سليمان وعبد الله السعيد وأجاييه، وفي الأمام اللاعب المميز في التوقيت الحالي وليد أزارو. طبعا كابتن حسام بدري هو بيفكر في إراحة بعض اللاعبين، ده للمصلحة العامة للفريق، سواء سعد سمير اللاعب يعني تقريبا 120 دقيقة في مباراة المصري بعد عودة من الإصابة لمدة طويلة، فمحتاج ان هو ما ياخدش يعني لازم يريح عشان يقدر يكمل المشوار مع فريق النادي الأهلي، خصوصا ان انت في حاجة ليه في الفترة القادمة بعد إصابة رامي ربيع، ايضا احمد فتحي، ايضا حسام عاشور، كل التوفيق ليهم ان شاء الله يرجعوا في احسن حالاتهم. ده تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة اليوم، ويمكن يحصل اي تغييرات طبعا من خلال وجهة نظر الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة كابتن حسام البدر. تشكيل المتوقع لفريق طلائع الجيش، طبعا كابتن حلمي طولان المدير الفني لفريق طلائع الجيش، احمد في حراسة المرمى محمد بسام، احمد فوزي، علي الفيل، خالد سطوحي، وعاصم صلاح. في خط الوسط عبد العزيز توفيق وفرانك ستيفن واسلام جمال، امامهم عمرو عبد الفتاح وحسن وساسا، وفي الامام هداف النادي طلائع الجيش صلاح امين. يمكن ده تشكيل المتوقع لفريق طلائع الجيش. دائما فريق طلائع الجيش بيلعب بشكل دائما قوي، بشكل قوي امام الفرق الكبيره، هزيمه او بيهزم نادي الزمالك، ده مش بتيجي كده، بتيجي كابتن حلمي طولان من المدربين والمديرين الفنيين المميز في عمليه التنظيم، خصوصا التنظيم الدفاعي، وان كان حصل عمليه تطوير في فكر واداء كابتن حلمي طولان الفني في جزئيه الجزء الهجومي، فاعتقد ان انت النهارده مباراه هتبقى صعبه، خصوصا ان هم كان عندهم حته ان انت تعادلت مع النادي الاهلي في الدور الاول، بتديهم طبعا حماسه اكتر، بتديهم وضع اكتر بالنسبه لهم، ثقه بالنفس اكتر، وان كان انت بتلعب امام النادي الاهلي بقوه اكتر وبفكر ممكن يكون في حماس بشكل كبير. ده يمكن النهارده الاحصائيات الخاصه بالفرقتين. خلينا اقول لكم ان قائمه النادي الاهلي لمباراه اليوم، في حراس المرمى محمد الشناوي وشريف اكرامي ورمضان مصطفى، طبعا لاعب من اللاعبين المميزين، وده موجود في خط الدفاع، احنا عارفين ان في بعض القصور في خط الدفاع موجوده، ورمضان مصطفى هيبقى متواجد. ايمن اشرف موجود، ومحمد هاني وباسم علي وصبر حير وعلي معلول ومحمد عبد المنعم وعمر السلية وهشام محمد، ايضا محمد عبد المنعم من اللعيبه اللي ممكن يكونوا متواجدين ايضا لخط الدفاع، عمر السلية وهشام محمد وكريم ندفد وعبد الله السعيد واحمد فتحي وجونيور اجاييه وميدو جابر واسلام محارب وليد سليمان واحمد حمودي وباكا في الهجوم وليد ازار ومروان محسن. انا يعني احب برضو اذكر بس اقول معلومه ان رمضان مصطفى هو حارس مرمى وليس في الجزء الدفاعي، هو عبد المنعم محمد عبد المنعم هو لاعب خط الدفاع المتواجد مع النادي الاهلي النهارده. ايضا قائمه طلائع الجيش النهارده محمد بسام ومحمد شكري واحمد فوزي وعاصم صلاح وخالد سطوحي وعلي الفيل ومحمد طارق ومحمود البدري ومحمد ناصف، وفي خط الوسط عبد العزيز توفيق وفرانك ستيفن وحسن وصاوة وعلي الزهيدي وعموري وإسلام جمال ووائل فراج وصلاح أمين ومحمد أشرف. ده بالنسبة لفريق طلائع الجيش وقائمته. كابتن حلمي طولان أكيد اتفرج على المباراة السابقة بالنسبة لفريق النادي الأهلي، وخصوصا مباراة السوبر أمام فريق المصري البورسعيدي اللي فاز فيها النادي الأهلي بهدف للا شيء في الوقت الإضافي الأول. خلينا نقول إن كابتن حلمي أكيد شاف السرعات الموجودة والقوة الهجومية للنادي الأهلي، فبالتالي بيحذر
خط دفاع بيحذر فريق من هجوم النادي الاهلي، وده دائما موجود لان النادي الاهلي قوته الموجوده القوه القويه اللي موجوده فيه هو خط هجومه، فبيحذر من هذه الجزئيه لاعبيه خصوصا وليد ازارو وسرعاته المتمثله في خط هجوم النادي الاهلي. من اخبارنا اللي موجوده ايضا ان الاهلي بيضم لاعب المحله ولاعب منتخب الناشئين اللي بيقوده كابتن حماده صدي وبيساعد طبعا كابتن اسامه حسني. كابتن يمكن هذا اللاعب عنده مواليد 99، تم طبعا الاعلان عن هذه الصفقه من خلال طبعا كابتن المهندس عبد القاعي مدير التعاقدات بالنادي الاهلي. يمكن النادي الاهلي تسلم الاستغناء الخاص به بعد سداد الدفعه الاولى، ان شاء الله كل التوفيق ليه. هو بيلعب تحت راسات الحربه او تحت راس الحربه، وهذا المركز اللي موجود ولاعب مميز، لاعب يمكن كلام كتير كان عنه من خلال ان هو يبقى في عرض احتراف خارجي من البرتغال، ولكن النادي الاهلي حصل على مجهوداته مقابل 1,800,000 جنيه. يمكن ده يمكن في بالنسبه للناشئ بتبقى حاجه مميزه جدا ويدل على قوه هذا اللاعب. طبعا بعد مشاوره لجنه الكره ومشاوره كابتن علاء ميهوب اللي ممكن يكون هو واحد من الناس اللي كانوا متابعينه بشكل كبير، ايضا طبعا كابتن حماده صدقي والسؤال عنه، كابتن اسامه حسني سؤال عنه في المنتخب، فبالتالي تم استخدام هذا اللاعب. ان شاء الله كل التوفيق ليه بوجوده مع النادي الاهلي ويبقى اضافه ايضا قويه. مؤمن زكريا المنتقل للدوري السعودي وهو ماشي، طبعا دائما النادي الاهلي بيأثر في كل لعيب، دائما بيبقى ليه وانت بتسيبه كده وبتمشي بالرغم ان انت ممكن تكون معار وهترجع، لكن حتة ان الحياة اللي انت عشتها داخل النادي الاهلي والبطولات اللي انت حققتها بتبقى ممكن مؤثرة بشكل كبير. مؤمن زكريا بيقول لا اقدر على فراق النادي الاهلي وجماهيره. يمكن مؤمن وجه رسالة لجماهير النادي الاهلي بيقول فيها لا استطيع فراقكم وانتظروني مجددا في القلعة الحمراء، والتتويج بالسوبر ومن قبله الفوز بالثلاثة على فريق نادي الزمالك في ختام الدور الأول كان خير وداع لهذه الجماهير الوفية التي تقف بجانبنا دائما وتعلم دورها جيدا في الانكسارات قبل الإنجازات، فهذه هي طبيعة الجماهير الحمراء، فبفضلها أصبح الأهلي فريق القرن والأكثر تتويجا بالبطولات قاريا وعربيا، ونحن الجميع نسعى لرد الجميل وإسعاد جماهيره بالتتويج بالبطولات. ده كان كلام مؤمن زكريا قبل السفر للدوري السعودي. كل التوفيق لمؤمن ويرجع سالما غانما ان شاء الله للنادي الاهلي. لجنه المسابقات بتجري تعديلات على جدول الدوري الممتاز. قررت لجنه المسابقات باتحاد الكره برئاسه الحاج عامر حسين تقديم مباراه الرجاء وانبي في الاسبوع 24 لدوري القسم الاول، تقام يوم الجمعه 9 فبراير في الساعة 3 إلا ربع بدلا من يوم الجمعة يوم الأربعاء 14 فبراير. أيضا قررت تأجيل مباراة المصري والرجاء في الأسبوع 23 لتقام يوم الخميس 15 فبراير الساعة 7:30 مساء بدلا من يوم الجمعة 9 فبراير. أيضا قررت إقامة مباراة الداخلية في الأسبوع 23 المقرر إقامتها يوم الجمعة 9 فبراير الساعة 3 ايضا 3 الى ربع عصرا بدلا من الساعه 2:30. ده بالنسبه للجنه المسابقات والتعديلات خاصه بمواعيد مباريات الاسبوع ال 24 وال 23. كابتن محمد عادل المهندس محمد عادل طبعا المشرف العام على الكره بنادي المورين، وبخصوص استخدام او وجود بعض اللاعبين المميزين زي فتح الله وحسام باولو، لاعبين مميزين ممكن فتح الله القادم من الدوري اللبناني والعوده مره اخرى للدوري المصري، وايضا حسام باولو لاعب مميز ولاعب من اللاعبين المميزين ورؤساء الحرب المميزين، هو قادم من نادي الاتحاد السكندري للمقاولون العرب، ويمكن المهندس محمد عادل كان بيقدمهم لوسائل الاعلام واتكلم على وجود فتح الله وباولو وبيتكلم ان هم اضافه قويه للنادي المقاولين وهو عنده ثقه كبيره بوجودهم بشكل مميز مع نادي المقاولين. ان شاء الله المهندس ايهاب لهيطه مدير الكره بمنتخبنا الوطني بيسافر لسويسرا للاعداد للمعسكر، ان شاء الله هيكون في سويسرا في مارس القادم استعدادا طبعا لكاس العالم ان شاء الله، والمعسكر هيكون من يوم 19 مارس حتى 27 مارس، يتخللوا طبعا مباراه مع المنتخب البرتغالي واليوناني ان شاء الله، وهيكون يوم 23 و27 دي المباريات اللي هتكون موجوده في
معسكر منتخبنا الوطني في سويسرا. ايضا كابتن بدري لو اتكلمنا بقى على القائمه الافريقيه والناس امبارح تم الاعلان عن القائمه الافريقيه الخاصه بالنادي الاهلي وبعض المفاجات وبعض الكلام عن بعض اللاعبين اللي خرجوا زي رامي ربيعه زي محمد نجيب مجموعه من اللاعبين، لكن وجهه نظر الجهاز الفني اكيد خاصه بيه، هو الأدرى في الفترة القادمة هو محتاج مين في القائمة الأفريقية ومش محتاج مين، ولكن طبعا تم تقييد بعض اللاعبين في القائمة الأفريقية الخاصة بالنادي الأهلي، هم شريف إكرامي ومحمد الشناوي وأحمد فتحي ومحمد هاني وباسم علي وعلي معلول وصبري رحيل وسعد سمير وأيمن أشرف وحسام عاشور وعمرو السولية وهشام محمد وليد سليمان وجونيور أجاييه وميدو جابر وأحمد حمدي وعبد الله السعيد وكريم نيدفيد وإسلام محارب ومروان محسن ووليد أزار وأحمد حمودي. طبعا لازم أذكر حضراتكم أن النادي الأهلي حتى آخر الشهر ليه حق تقييد أيضا لاعبين آخرين، ولكن بشرط دفع مقابل أو $500 على كل لاعب في حالة تقييده في القائمة الأفريقية لغاية آخر الشهر. إن شاء الله كل التوفيق لفريقنا سواء في الدوري الممتاز أو في بطولة أفريقيا اللي بننتظرها إن شاء الله بعد غياب تبقى موجودة في النادي الأهلي. يا رب كل التوفيق لفريقنا. هنتكلم بقى على مباراة طلائع الجيش بالشكل الفني قبل المباراة مع نجومنا كابتن شريف عبد المنعم، كابتن ربيع ياسين، كابتن عادل عبد الرحمن، والشكل الفني قبل المباراة توقعاتهم لهذه المباراة. ولكن خلينا نروح لفاصل واستقبل ضيوفي في الاستوديو واستاد الأهلي.